مساكم الله بخير، حياكم الله في اليوم السابع. تقاس الدول بمستوى الرياضة فيها والثقافة والفن ومخرجاتها، خصوصا إذا صار لهذه الدول تمثيل في الأولمبياد، في المحافل الدولية والبطولات العالمية. الليلة بنسلط الضوء على مثل هذه القضايا. ما راح أناقش عن إنجازات رياضية، لكن بناقش شيء يضيق الخلق اللي هو الإخفاقات الرياضية. مو لأني أبي الكدر وأنا سلبي وأحب أنشر السلبية في المجتمع، لكن لأن نبي حلول، نبي نحط إيدنا على الجرح. ليش عندنا إخفاقات وإحنا كل ضيف قاعد على الطاولة هذه يقول الكويت ولادة؟ وما بناقش أنا محبوبة الجماهير اللي هي كرة القدم واللي الكل يفهم فيها، ولا ناقش رياضات ثانية، لكن بناقش الرياضة النسائية الكويتية. هذا العنصر أو هذه الجوهرة ليش مختفية عن واقعنا؟ أسئلة وايد راح نطرحها على ضيفتنا. ضيفتنا هي معروفة يعني محليا ودوليا، هي بطلة محترفة رياضية، طلعت في مقابلات وايد، فما اقدر اقول اكثر من حياك الله بلسم ليوب في اليوم السابع. اهلا وسهلا استاذ احمد، سعيده وفخوره اني انا اكون على شاشه تلفزيون الوطن في برنامجك. الله يسلمك. قبل لا اقول كل شيء، ليش مختفيه عن الساحه؟ مختفي عن الساحه استاذ احمد، بس يعني احنا نعمل مبادرات في برامج انمائيه حول العالم، ايضا نقدم برامج انمائيه في الكويت، ندعم قضايا معينة وأنشطة معينة. الاختفاء، لما أنت تقول اختفاء أن أنت ما تشوف الإنسان متواجد في المجتمع الرياضي اللي هو المجتمع الرياضي الحكومي، وأنا يعني ما أقدر أكون في المجتمع الرياضي الحكومي للأسف الشديد. ليش؟ لأن أنت ما عندك اليوم يعني ما عندك حقيقة رياضية، الحقيقة مو موجودة اليوم، أنت عندك يعني دراما. نعيش اليوم احنا قطاع الدراما الرياضيه، الكل يشتكي من الكل، والكل يئن ويقول لك الرياضه في اخفاق. احنا صار لنا 20 سنه او اكثر من 20 سنه نقول نفس الجمله ونحط نفس الحلول الوقتيه والظرفيه، لكن ما في احد اليوم قال لك انا عندي استراتيجي على مدى 15 سنه قدام مثلا نفس نادي الكويت. انتم راضين باستراتيجيه 10 سنوات 5 سنوات؟ خمس سنوات انت ما تقدر تبني فيها يعني واقع رياضي حقيقي، خمس سنوات هي يعني مو حقيقه هذه. زين، هل هذا الكلام بس على المبارزه ولا على كل الرياضات؟ لا، على الواقع الرياضي الكويتي. انت اليوم لما تتكلم عن واقع رياضي كويتي، انت اليوم ما عندك واقع رياضي، انت اليوم قلت لك عندك واقع في انين وفي الم، وفي حتى لو انت تقيس على الالعاب الفرديه الانجازات ما تقارنها في الالعاب الجماعيه. الألعاب الفردية تقاس إنجازاتها على مستوى الأفراد اللي يقدمون هذا الإنجاز، لأن هم عندهم يعني التالنت وعندهم الرغبة وعندهم القدرة أن هم يقدمون أفضل ما عندهم ويحققون الإنجاز. لكن تعال إلى الألعاب الجماعية، وين الإنجاز الكويتي في الألعاب الجماعية؟ مع أن الدولة لم يعني تقصر يوم في أنها تدعم الرياضة، والميزانيات اللي إحنا نصرفها ميزانيات مهولة على الرياضة الكويتية، لكن الإنجاز مفقود. دائما يقول احنا اقل من دول الخليج في الصرف، صح؟ ولا نقارن نفسنا مع الدول الثانيه؟ لا، انت تتكلم عن الصرف من اي ناحيه؟ يعني انت اليوم اذا طلبت معسكر تروح، لو طلبت مدرب يجيبون لك، لو طلبت تتدرب حتى لو في يعني شوف استاذ احمد، في كوبا ما تتخيل حجم تعاسه المنشات الرياضيه اللي عندهم، لكن عندهم شعب رياضي يعني ما انا اتحدى في اي دوله بالعالم يكون عندهم هذه الروح، ان هم مجرد يرفعون علم دولتهم. فانت هذا الشيء وين اليوم؟ ليش مغيب؟ ليش اليوم اصبحت الماده هي التي تتحدث يعني يتحدثون فيها اللاعبين في الواقع الرياضي؟ ليش ما اصبح الاداء وليش ما اصبح العطاء؟ صحيح الماده مهمه، لكن انت يكفي شرف عند الرياضي، يكفي شرف انه هو يمثل ويرفع علم دوله، في حال ان في دول يعانون من هالابطال انهم ما يقدرون يرفعون علم دولتهم، دولهم مهمه شيء يعني. ابي ادش زياده في الرياضه او ندش ديب في الرياضه، وين موقع الرياضه الكويتيه تشوفينها؟ يعني حطي سكيل مثلا خليجي عربي، وين تحطين الكويت او الرياضه الكويتيه؟ في
في اي قطاع مثلا؟ في قطاع في قطاعات عندك بالرياضه، اي قطاع تبي؟ قطاع الفردي مثلا اللي انت مثلا يعني مميزه اي، لان انت قاعد تتكلم عن مستوى تنس، مستوى سكواش، مستوى العاب اللي هو الالعاب الفرديه، لا متصدره بالفروسيه، بالرمايه، عندك العاب الكويت فيها متصدره يعني، والمبارزه طبعا اكيد. زين، والجماعيه؟ جماعيه لا، جماعيه تعيسه يعني عندنا يعني يمكن فريق الهوكي الان قاعد ينجز، لكن فريق الهوكي يعتبر جديد على يعني على مستوى الرياضات اللي تمثل دوله الكويت، لان لجنتهم تاسست مؤخرا. حتى الجولف الرياضات الفرديه ايضا قاعد تنجز الان، عندهم فريق قاعد يعني يتدرب ويتاهل حق اولمبيكس ريو دي جانيرو 2016 بالبرازيل. زين، وين موقع اللاعبه الكويتيه؟ اللاعبه الكويتيه هذا يعني يعني انا الامانه انا مو متابع رياضي وايد قوي، نعم، لكن ما اشوف لاعبات كويتيات قاعد يعني اسمع لهم تكريم شيء او اهتمام. صح. انت علشان توصل استاذ احمد لمستوى التكريم ارجع للاساس. وين اساس رياضه المراه في دوله الكويت؟ ليش احنا لما نقول رياضه مراه في البدايه انت عندك انقسام في المجتمع بخصوص موضوع رياضه المراه؟ رياضه المراه اليوم في عليها نزاع فكري، ناس يقول لك لما تقول رياضة مرأة يتطرق إلى الجانب الديني، وناس وأشخاص يتطرقون إلى جانب العادات والتقاليد، لكن ما في فئة يوم لما اليوم إحنا قاعد نتكلم، ما في فئة اليوم تكلمت عن ضرورة مفهوم رياضة المرأة لإعدادها في مفهوم القيادة، لتأهيلها صحياً، اللي خلق يعني جيل واعي من الفهم والفكر. انت اليوم قاعد تتكلم عن يعني فكر بالرياضه يأهل هذا الانسان انه هو يوم من الايام يكون ليدر على مستوى المجتمع. وشوف قيسها على الدول المتطوره، شوف شنو يستخدم النموذج الرياضي فيه. يعني قبل يومين الرئيس الامريكي اوباما استقبل شاكيل اونيل وسلم عليه سلام، كنا هم يعني يقعدون مع بعض يعني هذا الضخم اللي بشكل قليل هذا يلعب سله اظن اي صح وسلم عليه سلام، يعني كنا هم يعني ربع من زمان، ويمكن هم ربع ما ادري، بس طريقه السلام هو يبين لك ان هذا الرياضي له وضع معين عند الشعوب، عند الرؤساء، عند فشوف مثلا ديفيد بيكهام لما عدوا ملف اولمبيكس لندن في 2012، من الذي قدم وحمل هذا الملف؟ ديفيد بيكهام. ولو ما هو وصورته والايمج ماله ويعني شعبيته، كان الملف ما كان يعني راح يمكن في راح يصير في يعني مسؤوليه لكن اكبر. هو مساعد كعامل مساعد طبعا، انه لاعب يعني لا براند لا اسم لا شكل يقدم هذا الايمج. الايمج انت لما تتكلم عن ايمج القائد الرياضي، زين منو اليوم ظالم اللاعبه الكويتيه انها ما يكون لها هذا الايمج؟ انا اعتقد ان احنا اولا نرجع حق موضوع الاستراتيجي. انت اليوم ما عندك استراتيجي لخلق واقع رياضي للمراه. ابي اعطيك مثال بسيط، وانا بقول هذا الموقف من غير ذكر اسماء لان انا ما استاذنت من اللي راح اقول الحين موقف عنها. انت اليوم تحصر رياضه المراه في ثلاث انديه بالكويت. انا شخصيا في واحد من هالانديه غير نادي الفتاه، في واحد من الانديه ما قدرت ادشه. يعني صارت مثل مساءله ان انت ليش بتدشين النادي؟ هذا الحين موضوع كلعب تدشين ولا كانضمام؟ بديش النادي بس تدشين. انا امراه وهذا نادي امراه، بديش النادي ما يصير الدش. ما يخالف، هذا الحين يعني نتناقش فيه بعدين. نرجع حق نادي الفتاه، نادي الفتاه هو النادي اللي انا ولولو ولاعبات في بدايه التسعينات طلعنا منه وتاسسنا فيه وبرزنا من خلاله في العاب عده من يعني من ضمن يعني بالتحديد الالعاب الفرديه اللي احنا برزنا فيها. لكن النادي تغيرت وجهته وتغيرت نظرته واصبح اليوم يعتبر خارج السرب الرياضي. في انا اشوفه نادي ثقافي اجتماعي او اجتماعي اجتماعي. اليوم عندي متخيل ان اليوم في لاعبه كانت بطله حاصله على انجازات اقليميه وقاريه، راحت النادي تبي ترجع تلعب مره ثانيه في لعبه فرديه، قالوا لها اي قدمي الابلكيشن. فقدمت الابلكيشن، كان يقول له لما طالعوا المواليد كان يقول لها لا انت ما يصير تشتركين لان انت فوق الثلاثين. انزين، بس هي تصير عضوه وعمرها 50 سنه، بس انها تدش النادي تلعب وهي بطله، قال لها لا ما يصير. 50 شويه 50
عضوات. انا ما عندي مشكله حتى لو واحده عمرها 100 سنه تصير عضو، انا ما عندي مشكله، انا عندي مشكله في ان انت شلون اليوم تخلق نموذج، شلون وين البطلات اللي يكونون نموذج حق البنات اللي داشين صغار عشان يلعبون؟ او ان هم يؤدون يعني يؤدون الشيء الشغف اللي فيهم بالصوره اللي هم يشوفون فيها النموذج الحقيقي اللي هو بطلات في العاب، بطلات في العاب فرديه وفي العاب الجماعيه، لكن انت اليوم ما عندك استراتيجي استاذ احمد. زين والنادي اللي ما خلت تدشينه ليش؟ ما في، انت اسمك مو موجود، انت مو عضوه، انت ما يصير تدشين، انت لازم تخاطبين، انت ليش جايه زياره؟ يعني في كان اسئله غريبه عجيبه عرفت؟ وهو بالنهايه نادي امراه، فانت اليوم ما عندك البيئه الرياضيه اللي تستقطب هؤلاء يعني تلك الفتيات علشان هم يقومون في هذا، يمكن هم في بنات قاعدين يأدون، لكن انا معظم الناس اللي انا اعرفهم يرفضون ان هم يروحون حق هذه الانديه لان ما في حقيقه يعني الانسان يصدقها في ان شلون هم بيخلقون من هذه البنت بطله. زين وين هيئه شباب الرياضه عنكم؟ عن منو؟ عن البنات الرياضيات. والله يعني انا ما ادري صراحه، ما عندي فكره. يعني هي عامة شباب رياضة شنو؟ يعني أنا أتوقع أنه المفروض أنهم ينعدون على أصابع وأنه المفروض في كونتاكت مباشر معاكم. بالضبط. بس أنا شنو هم شنو توجههم؟ شنو فكرهم؟ اللي مثلا حاجيتهم وقلت لهم لازم يعني لازم يكون في بيئة أفضل من هذه حق رياضة المرأة أو وات ايفر، يقول لك اللجنة الأولمبية الكويتية فيها لجنة المرأة والرياضة ويقول لك في نادي الفتاة. يعني بس. هذا الرد. بس. نرجع حق المربع الأول. يكون ما سوينا شيء. لا ما يكون ما سوينا شيء اولا، وثانيا انت اليوم عندك ناس يعني عندك 14 نادي، الحين صرنا 15 نادي، ال 15 نادي لما تؤسس لما يعني اسسوهم واعلنوا عن تاسيسهم وفتح الابواب لهم من خلينا نقول من 69 اللي هو نادي الكويت الرياضي والانديه اللي بعده، نادي كاظمه ونادي القادسيه ونادي السالميه، هذه الانديه المراه كان لها وجود اساسي فيها. والمرأة كانت تروح تمثل فيها في رياضات مختلفة، في على الألعاب الفردية والألعاب الجماعية، وأول منتخب كرة سلة شارك في فريق السيدات كان في عام 1977 في البطولة دورة الألعاب العربية. طيب اليوم ليش صار النادي يعني حكر للرجال وانتهى من الجانب الثقافي وانتهى؟ انا ما اتكلم عن نادي الكويت، نادي الكويت حاله مختلفه، نادي الكويت احنا قاعد نسوي فيه برامج ثقافيه وبرامج رياضيه والمراه فعاله فيه بالانشطه المختلفه، لكن الانديه الثانيه يعني تخيل استاذ احمد ان الام اليوم هي اللي توصل ولدها الى النادي لكن ما تشبر داخل. لكن هي بس مجرد انها توصله، لكن في الانتخابات هي عضوة جمعية عمومية. أنا ماني فاهمة وينادونها التصويت. أنا ماني فاهمة ليش هي عضوة؟ هي شنو يعني شنو دورها في أنها تكون عضوة في جمعية عمومية في نادي هي مالها لا ناقة ولا جمل فيه يعني. فأنا ودي أحد يجاوبني على هالسؤال. في تناقض في موقع المرأة في النادي. في فهم احنا فهمنا لموقع المرأة في النادي. نبيها تصوت بس ما نبيها تمارس رياضة. مو ما أبيها تمارس، أبيها تتواجد. أبيها تكون موجودة في النادي. مو إلا إنها تروح تركض ولا تسبح ولا هذا يعني شيء إحنا يبي لنا وقت طويل عشان نرجع نحققها مرة ثانية. عشان توصل للمرحلة هذه. قلت لك استراتيجي. أنت اليوم بعطيك مثال. بالسبعينات كان في فرق رياضية. طبعًا. لأن الفكر كان موجود. زين. الحين عشان نرجع حق السبعينات إيش كثر من باك تو فيوتشر. جيل لم يولد، لازم تأسس جيل لم يولد. في اليابان. أعلنوا عن خطة فريق منتخب كرة القدم مالهم أنه هو راح يفوز ببطولة العالم في 2050. 2050؟ إيه، الفريق لم يولد وماتهم وأبهاتهم للحين ما انولدوا. وايد قوية المعلومة هذه. طبعًا، لأن أنت عندك دولة يبني فيوتشر لـ 50. طبعًا، أنت عندك دولة عانت من إخفاقات على مستوى التنمية وعلى مستوى الكوارث الطبيعية اللي حاشتها واستضافت الأولمبيكس في الستينات، والان بعد تخيل بعد كارثه البيئيه اللي هم تعرضوا لها اللي هي السونامي في 2012 اعتقد، بعد سنه من هذا الشيء ترشحوا حق استضافه الاولمبيكس في 2020. دوله انهارت في البنيه التحتيه من السونامي اللي تعرضت له، لكن استطاعت ان هي تقنع العالم في انها قادره ان هي تستضيف الاولمبيات. شلون؟ لا اليابان حاله خاصه. احنا بنكمل معك هذا الحوار بس بعد فاصل. فاصل وراجع لكم.
قبل الفاصل تكلمتي قلتي يعني وايد جمله شدتني، ان المراه توصل ولدها النادي لكن ما تخطو او ما تشبر في شبر واحد، لكن يوم الانتخابات عندها 1000 شبر دش داخل طبعا النادي. بس السجاد الاحمر ينفرش لها والسجاد الاحمر ينفرش لها. هذا التناقض من اوجده؟ قانون، ممارسه؟ لا، في عندك مجموعه يعني اجراءات تمت على مدى طويل خلقت عندنا مفهوم التواجد الذكوري التام في الأندية. شلون؟ لما أنت أقصيت المرأة من المشاركة في القرار وال يعني وتفعيل مشاركتها في الأندية، وصارت عندنا بالثمانينات الحركة الدينية ويعني التوجه اللي صار، هذا كله أثر على وجود المرأة في المفهوم الرياضي وفي التطوير الرياضي، ويعني وانحدثت في جانب واحد اللي هو نادي الفتاة، خلوها هي يعني تكون كأنها وباء يعني، بس انه بس قعدوا بهالنادي، احد يطلع من هالنادي، اللي عندكم طلعوا بهالنادي، وهذا مو صحيح. يعني انت وين حق المساواه اليوم؟ احنا قاعد نتكلم عن حق، وين حق المساواه لما انت تحط 14 نادي للرجل وتحط نادي او ناديين او ثلاثه غير مفعلين للمراه؟ وين اليوم المراه الرياضيه اللي اثبتت قدرتها في المحافل الدوليه على مدى سنوات في الثمانينات والتسعينات؟ وينها اليوم من الإدارة الرياضية؟ ليش ما شفنا اليوم نموذج رياضي واحد قاد الحركة الرياضية في مجال المرأة والرياضة؟ ليش؟ يعني ما تشوفهم اللي كانوا يمسكون نادي الفتاة أول في الفترات اللي كانوا ينزلون انتخابات وهذا، كانوا قادرين لأنهم كانوا نشأوا في النادي وأسسوا النادي، كانوا مؤسسين النادي. لكن أنت اليوم قاعد تتكلم عن بيئة رياضية غير صحية، هي التي يعني هم المسؤولين عن قيادة رياضة المرأة، وانت بالنهايه ما قاعد تشوف انجاز على مستوى رياضه المراه. دائما يكون التاسيس يكون فعال بعد ما يكون ورث تنتهي هذه البيئه طبعا او الحماس طبعا طبعا. زين، قيسي لي مع دول الخليج، هم نفس الوضع موجود عندهم؟ يعني انا اشوف البحرين عندهم لاعبات متميزات. نعم، بس اعتقد مو متاكد ايه؟ انه نفس الوضع. لا شوف، في البحرين الشيخه حياه ال خليفه هي اصلا لاعبة تنس طاولة، وعندها الشغف في ان هي فعلا تفعل الرياضة، وهذا من خلال حوار انا يعني انا كلمتها فيه شخصيا وتعرفت على رغبتها عن قرب، ان هي شلون تحب انها تدعم اللاعبات وتأدي وهذا. لكن انت اليوم ابو فهد تبي تخلق بيئة، والبيئة اذا ما حطيت فيها نموذج صحيح لا يمكن ان انت تنجز فيها. ما تقدر تجيب مهندس وتقول له اذا هو ما كان عنده الابداع في الجانب اللي انت تبيه، ما تقدر تجيب مهندس مثلا مهندس طيارات وتقول له تعال ازرع، الا اذا هو كان مبدع في الزراعه. انت اليوم الناس اللي تحطهم على راس القياده الرياضيه اشخاص غير مؤهلين للعمل في القطاع الرياضي، مو علشان انه هم ناس فاشلين، لان هم ما عندهم الموهبه في قياده الواقع الرياضي. هل احنا اليوم ينقصنا الكوادر الرياضيه الحقيقيه انها تقود؟ لا، بس شوف اللاعبين اول ما ينتهي من ادائه في الملعب وعطائه و يختفي. اللهم كره القدم اللي ينتجون حق التدريب وينتجون حق هذا، وايضا عندهم حروب. شو المفروض يكون؟ هل المفروض يكون عضو مجلس اداره؟ هل يكون المفروض يعني انا دائما اسمع هالحكي هذا، انه والله هذا لاعب سابق لا يعلق، هذا لاعب سابق ليس مدرب. لا ايه؟ بس يصير انت تجيب واحد كان عضو مجلس اداره في جمعيه وتحطه مثلا في اتحاد، ممكن هذا يصرح ويحل ويربط وياخذ قرارات يعني ويحدد مصير لاعبين. زين، باوروبا مثلا ملاك الانديه دائما يكون بزنس مان، ما هم لاعبين. طبعا، لان اليوم الرياضه اصبحت تجاره، اصبحت اقتصاد دول مبني على مفهوم الرياضه. الرياضه اليوم يعني تنعش اقتصاد، تنعش علم، تاسس لك ليدرز قياديين في مجالات مختلفه وبزنس طبعا. يعني هذا كله ثروه فكريه واقتصاديه وعمليه وتنمويه، انت قاعد تنمي ايضا من خلال الواقع الرياضي. لكن انت ما دمت حاط نفسك في صندوق مغلق تتفكر بس ان شلون تحط قياديين ما لهم شغل بالرياضه وتحطهم بالرياضه، وبعدين تخليهم يقودون منظومه حكوميه بحت ما فيها اي مشاركه من القطاع الخاص في الواقع الرياضي. لا يعني انت مع الخصخصه؟ طبعا طبعا، خصخصه الانديه طبعا، البقاء للافضل. انت لازم تعطي اليوم فرصه على الاقل ناديين تخصخصهم وتشوف
شلون هم قادرين انهم يقدمون لك مفهوم الاستثمار الرياضي الحقيقي؟ هذا يعني هذا شيء مفروغ منه الان. الدول اللي كانوا يعني يتعلمون منه وياخذون ثقافتهم من يعني من الشيء اللي احنا نقدمه، اليوم هم سبقونا في هذا الشيء، تفوقوا فيه ايضا. يعني وقاموا يستضيفون بطولات عالم وقاموا يحققون ثروه يعني خياليه في مفهوم الاستثمار الرياضي. زين، ابي ارجع للجانب انا يهمني هذا وايد. قلتي فترة دينية سحبت المرأة وحطوا لها النادي، نادي الفتاة. بس هالفتاة قبل الفترة الدينية موجود قبل؟ نعم. بس يعني كان يلا روحوا هذا النادي لكم. نعم. هل واجهتي هالمشاكل هذه انه والله عيب وش يطلعك وشلون تمثليننا وكذي؟ والله ابو فهد انا نشأت يعني في بيئة وفي أسرة تشجع فيها المرأة على ممارسة الرياضة، أولها النموذج اللي أنا أقتدي فيه وهي قدوتي في الحياة اللي هي أمي فاطمة العماني، و أبي أيضا الله يرحمه هو الإنسان اللي مكنني من خلال إيمانه في المساواة بين المرأة والرجل في كل القطاعات، إن المرأة يجب أن يكون لها حق متساوي مع الرجل في المجتمع. فهذا الشيء هو اللي ساعدنا أن أنا ولولو وأيضا نفس المفهوم هذا موجود في مجموعة أسر من اللاعبات اللي كانوا يلعبون ويانا في فترة بداية التسعينات. لكن أنت اليوم حتى يعني احنا يوم طلعنا في بدايه التسعينات المجتمع كان يشجعنا، المجتمع كان فخور فينا في حتى في كونكم توأم تلعبون نفس اللعبه. لا احنا مو توأم. لا لا احنا مو توأم. اشاعه عندنا توأم. نعم اشاعه عندنا توأم. لا انا اكبر. لكن يعني مفهوم بناء اللاعبه والعطاء والهذا احنا استمديناه من الجيل اللي سبقنا، يعني قاعد اكلمك عن جميله وناديه المطوع مثلا، عن الشيخه بارعه سالم الصباح نموذج بفروسيه حققوا انجاز قاري في وقت كانوا ينافسون فيه يعني دول عندها حضاره الاف السنين في انجاز رياضي مسبوق، يعني انجاز رياضي على مستوى الاسياد، 3 ميداليات اسيويه في اسياد اسيا بالهند. عندك على مستوى رياضة ذوي الاحتياجات الخاصة عادلة الرومي بطلة عظيمة يعني، وهي يعني تعيش خارج الكويت لكن هي استطاعت أنها تخلق نموذج في ذلك الوقت. والأمير أذكر الشيخ جابر الله يرحمه كان شخصيا مهتم فيها جدا يعني في أدائها وفي هذا، وهي دربت بسويسرا طبعا يعني في فترة طويلة من حياتها. لكن بالنهاية أنت اليوم عندك نماذج قادت رياضة المرأة وحققت إنجازات فيها وقامت أبدعت فيها، اليوم هذه القيادات هم مشت. دخلنا بس أنت ما حد ياكم قالكم عيب يعني ما صار لكم مواقف ان احد يحاكيك؟ لا لا انت اليوم ما في احد يوم من الايام قال لنا عيب، لكن المفروض يعني اللي المفروض هو يحترم واقع عطاء المراه اللي هو اللي يمثل الامه في مجلس الامه، بعض الاصوات هم اللي اثاروا هذا الموضوع ودائما عندهم اول ما تقول رياضه مراه يقول لك حرام. يعني ما يقول لك صحه، احنا اليوم نعاني في مجتمع في دوله تتصدر قائمة أعلى معدل سمنة في العالم على مستوى السيدات، ليش هذا المعدل صار عندنا؟ لأن ثقافة الرياضة في المرأة المجتمع الرياضة في المجتمع مو موجودة. فأنت إذا خلقت يعني تخيل أنا أستاذ أحمد بس بقول لك شيء، أنت اليوم سألتني سؤال عن استراتيجية الرياضة، تخيل خل المرأة ما تشبر النادي تقط ولدها مثل ما تشبر النادي. اليوم عندنا في المرحلة الابتدائية في المدارس تأنيث المرحلة الابتدائية، مدرسات اللي يدرسون الطلبة في جميع المواد ومن ضمنها الرياضة. تخيل أن هذه الأبلة مطلوب منها أنك تشوف موهبة هذا الطفل والطرشة النادي بس هي ما تروح، شلون؟ شلون تخلق ثقافتها؟ هي درست مادة علمية لكن هي لم توضع في البيئة الرياضية الصحيحة من خلال الممارسة، من خلال التفعيل، من خلال أنها تتعلم شلون هي تشوف المدربين وتشوف البيئة الرياضية في الأندية يعني هذا شيء غريب. شيء متناقض أنت بالنسبة لك. إن عندنا معدل الحرام أو التحريم أرفع من باقي الدول تحسين هالشيء؟ يعني احنا اكثر من السعوديه وايران؟ لا احنا فعل عندنا هذا المفهوم فعل مؤخرا، ان انت لما تيجي تقول رياضه مرأة يقول لك مثلا ريلها مبينه، او شنو علاقه ريلها في موضوع انها تلعب رياضه؟ وليش انا ليش اركز على مفهوم
ريلها ولا مفهوم ايدها مبين شبر منها، او ليش ما اركز على مفهوم ان هي تلعب رياضه، ان هي تكون امراه قويه تبني شخصيتها تحافظ على صحتها تعرف شلون يكون عندها لايف ستايل معين؟ ليش انا اتطرق دائما اتطرق الى الجانب الاخر، الجانب السلبي والمفاهيم اللي زرعت في مجتمعنا مفاهيم تعيسه؟ يعني تخيل لما يطلع لك عضو مجلس امه يقول لك علم الكويت، الكلمه اللي قالها احد النواب، انا تخيل هذه الجلسه الوحيده في حياتي اللي حضرتها مجلس الامه وانقالت فيها، لان كنت حاضره مع وفد الامم المتحده اللي لجنه الشباب والرياضه اللي هي في الامم المتحده، وكان يعني هذا يعني طلعت فرت الدمع من عيني من الشيء اللي انا سمعته وقدام الامم المتحده. قدام الامم المتحده تخيل. زي بس انت قلتي لي ان اليوم اكبر سمنه في الكويت السيدات. نسبه السمنه نعم. زين المشكله هم يعني هم ما شاء الله يروحون المطعم يقعدون من الساعة 5 انت تبي الشارع عليهم وما شاء الله ماكو شيء ما يصورونه، وحتى لو راحوا النادي بعدها مطعم طبعا يهبون نفسهم. اي يعني ما تحس ان في خلل يعني قبل يكون بالنادي هم خلل بال صح، لان انت ما اعطيت هذه المرأة فرصة انها تعيش جانب رياضي في حياتها. انت ما تجي لها على كبر وتقول لها لازم تلعبين رياضة، لازم يصير عندك تمرينات، لازم تحافظين على الصحة، لازم تمشين ساعة باليوم. تخيل أبو فهد إحنا اليوم عندنا دون الأربعين السيدات دون الأربعين فيهم خشونة. شلون فيها خشونة واحدة تحت الأربعين سنة؟ تحت الأربعين سنة إذا قاعد تتكلم مقارنة في باقي الدول تحت الأربعين تشارك ماراثون وتقطع المحيط وتنط من فوق الجبل، فإحنا ليش عندنا هذا الشيء؟ يعني مع أن إحنا بنيتنا إحنا في 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 منطقة جغرافية بنيتنا أساسا قوية. يعني إحنا يعني هم يقولون أن الجو ما يساعد، ما أقدر أمشي، ما أقدر أمارس رياضة، شو يسوون؟ دائما هذا العذر الجو ما يساعد، التمارين منزلية. أنا شخصيا أسوي تمارين منزلية في البيت، وأمي علمتني في بداية حياتنا يعني من عمر 6 سنين تخيل كانت تحط لنا أشرطة جين بوندا التمارين المنزلية. يعني فهي ثقافة. أنت قاعد أقول لك أنت تبي تأسس اليوم أبو فهد جيل يقود الحركة الرياضية الكويتية وينجز فيها، أنت اليوم قاعد تتكلم عن جيل لم يولد. لما يكون الشاب هذا الصغير الطفل الصغير الولد لما يكبر ويصير شاب يعرف ان هو والبنت متساوين في الواقع الرياضي، هني انت ممكن انك انت تخلق جيل رياضي حقيقي، لان هو هذا الشيء راح يزرع فيه احترام البنت اللي تلعب رياضه وتشجيعها على ان هي تحقق انجازها. زين الاكل نعم. يعني اوكي رياضه راح تمارس رياضه في البيت، الاكل نعم. شو راح تسوي؟ اللايف ستايل اليوم يعني المطاعم وايد مغريه، الاكل مغري يعني بشكل يعني يمكن بالانستغرام انت واحد يبدا ريجه بدل يحط لايك. انا ما عندي انستغرام. زين بدل يحط لايك يبدا ريجه عشان شي ضعيفه. فشو يسوون؟ يعني لا تقولي والله تروح مطعم تاكل لها لقمه صغيره. لا شوف ابو فهد، يعني انت اليوم تبي تزرع تبي تفعل مفهوم الثقافه الصحيه. اليوم ما في احد بالكويت ما عنده ثقافه صحيه. يعني تقعد مع بنات عندهم سمنه بس تقول لك بالضبط يعني الجريدينس وشنو اللي حجم كم هذا البيعت كم منزل لازم تاخذه وش كم كوب ماي تشرب، وعندهم ثقافه لكن يعانون من الكسل. يعني يعانون من الكسل وما في تشجيع، ما في بيئه مشجعه محفزه لهم، فالكل يتجه الى العمليات اللي هي اسرع طريق انه هو يحقق من خلاله الرشاقه، حلم الرشاقه، و يتجهون الى هل هذه الرشاقه صجيه؟ لا طبعا. ليش انت توصلين حق هذه المرحله؟ يا واحده تيجي تقول لك انا ما ادري شلون زدت 25 كيلو. 25 كيلو؟ هذا ادمي. 25 كيلو هذا ادمي انت حطيتيه يعني يمشي وياك ويرد وياك، يعني شلون انت نمتي وقعدتي انت صار وزنك زايد 25 كيلو؟ مستحيل. يعني اذا انت قاعد تكلمين مو اقل من سنه يعني انت زدتي هذه الزياده، ما حسيتي في نفسك يعني انت قاعد تزيد يزيد وزنك، حركتك ثقلت، هذا تقول ما ادري ما يعني ما انتبهت يعني ما ادري تقول يعني هي فيها سذاجه ولا هل هي فعلا ما انتبهت ان وزنها قاعد يزيد؟ زين لما اقايس شيء وضاج علي ما اقول والله هدومي ضاجت علي انا ايش فيني متين، يعني ما يصير ما يصير. وبعدين ابو فهد احنا عندنا مفهوم ترى عجيب غريب الكويت عند البنات، تقول لك مثلا تيل لك مثلا تركض عيوني بعضهم يقولون بسم نبي نضعف بعد 3 ايام عندنا عرس. شلون؟
شلون بعد ثلاث ايام عندك عرسك تبي تطعفين؟ لا صومي صومي توج الله ورحمته يعني، وادعي ربك يضعفك يعني. ثلاث ايام حتى شحمه الاذن ما تنباع. شلون شلون يعني شلون من وين جت هالثقافه يعني عرفت؟ فشيء يعني احنا عندنا مفاهيم غريبه نبي كل شيء يكون سريع. الاشتكاك مع الجيل يعني جيل الشباب الصغار انه في جيل واعد مهتم بالرياضه. في وايد بنات مهتمين بالرياضه لكن للاسف ما عندهم بيئه حقيقيه يفعلون من خلالها مواهبهم. ما في يعني ما يصير انت اليوم تقول حق البنت عندك بس نادي فتاه تروحين تدربين فيه. هذا هو النادي اللي تروحين وفي العاب محدوده يعني وعدد محدود وما طاقه استيعابيه معينه ما عندهم. ليش ما تفتح صالات المدارس بالصيف او بالمدارس اي بالليل؟ ليش؟ ليش ما تكون هناك كوميونتي سيرفيس في المناطق مثل ما انت عندك جمعيه يكون عندك نادي؟ يعني ابو فهد واحده من الاسباب الرئيسيه اللي تخلي البنت ما تروح الجيم ان الشباب يدفعون حق اشتراك الجيم مبلغ ربع المبلغ اللي تدفع البنت حق اشتراك النادي. صحيح. ليش؟ هو كافي ان هي ما عندها متنفس تروح تلعب فيه بالرياضه، بعد هالمره انت تحط عليها يعني شاب يدفع 80 دينار حق واحد من الانديه زين يعني مستواها زين يعتبر. واجهزتهم جديده وكل شيء، نفس هذا النادي البنت تدفع فيه مبلغ مو اقل من 200 دينار مثلا بالشهر، زين ليش؟ انت كذي كني قاعد يعني تخليها إيه تنفرها يعني عرفت؟ فهي بالمقابل تشتري جنطه 200 دينار بس ما بس ما تدش نادي ما تدش نادي 200 دينار. بكمل هذا الحوار شيخ بس بعد فاصل ففاصل وراجع لكم. قبل فاصل تكلمنا عن ان في جيل واحد من البنات مهتمين، وانا شفت يعني فيديوهات حق بنات يلعبون سله قدم اذا ماني غلطان. صح. خصوصا المدارس الخاصه. خصوصا جيل المدارس الخاصه. نعم. حتى مدارس الحكومه ترى عندهم يعني بنات ترى عندنا فيهم في يسوون مسابقات على مستوى المدارس وفي بنات فعلا عندهم باشن يعني بالرياضه يمكن يعني ما تشوفها حتى برا عندهم يعني الحب والعطاء والقدرات الرياضيه لكن ما عندهم بيئه تحتويهم بيئه تقرا موهبتهم. يعني انتم اليوم كقياديات ان صح هذا التعبير في رياضه يعني او رائدات في رياضه وللحين تمارسون رياضه سوكم نادي سوكم يعني اليوم اتوقع اشهار نادي سهل مع القوانين. نعم. اشهار النادي سهل صحيح بس منو اللي يخلق لك الفرصه عشان انت تشهر نادي؟ يعني اليوم انت لما تيجي تقول نادي النادي هذا يشهر تحت مظله منو؟ من الهيئه العامه لشباب الرياضه لكن انت في فقره ما ادري شنو هي اللي تروح فيها حق الشؤون يقول لك تنشئ جمعيه ولا تنشئ يعني في عندنا فوضى في مفهوم فتسوون جمعيه نادي جمعية نادي تجمعون تواقيع 50 توقيع 50 توقيع وتشهرون جمعية نادي نعم وتكون تابعين الشؤون ولا هيئة الشباب لا تابعين الشؤون زين هذا الخلل في القانون يعني ما كلمتوا احد انه والله تعال عدل قوانينك تعال راجع اليوم انت قاعد تطلب انه يكون عندك ناس عندهم الوعي القدرة على أن هم يقيمون فعلا الفيجن اللي أنت قاعد تتكلم فيه يمكن سنة 3000 سنة 3000 يكون عندنا هذا يمكن أنت وايد متحبطة أنا مو متحبطة أبو فهد بس أنت اليوم قاعد تتكلم يعني أنت اليوم قاعد تتكلم عن نفور الأبطال في وقت الأبطال في الأبطال ينفرون من البيئة الرياضية حتى ناديهم ما يروحون له بعد ما يعتزون او بعد ما يعني يبتعدون يروحون يلعبون بس لمجرد الرياضه ويردون ما عندهم اي دور في انديتهم او في هذا ليش؟ لان بيئه طارده انت اليوم عندك لغه اسفاف في لغه الحوار الرياضي شيء مؤسف ومخجل ويعني والله تخاف تحط على قناه رياضيه تشوفها بالكويت تشوف مباراه لا لا تصير هوشه
يعني كانت 3 مرات او 4 مرات اشوف انه صارت في هواش وطيق وكل الالعاب. يعني انت مو مستوى العاب اليوم، مو بس جمهور كره قدم، قاعد تتكلم عن رياضات ثانيه. ثقافه العنف في الملاعب اليوم احنا صارت عندنا. يعني معقوله انا ادز قوات خاصه كثر الجمهور اللي حاضر؟ معقول هذا الشيء حق ايفنت رياضي؟ يعني امن الملاعب هذا شيء اساسي وضروري في كل الدول، لكن انت اليوم قاعد تتكلم انت تعزز ثقافه انه لازم يكون في هناك سيطره امنيه على غضب الجمهور، مو انت تسيطر على مفهوم الجمهور في التعامل في مع يعني مع المباريات او نتائج المباريات او شيء، مو تعزز الثقافه، تعزز المفهوم الامني. انا اليوم ما بعزز المفهوم الامني، انا بعزز مفهوم الثقافه الرياضيه، تقبل الخساره، تشجيع الفريق، احترام الانجاز. يعني انا ودي اتكلم عن اقارن بين الكويت وامريكا مثلا. نعم. الالعاب الامريكيه مثلا فيها ملايين تندفع، واللاعب يندفع له ملايين الملايين. طبعا عندك بطوله الملاكمه اللي صارت مؤخرا قبل يومين 140 حق 120 مليون حق الخسران. اثنين النزال اللي صار نزال الخسران اظن اخذ 180 ولا الكاس 180 140 مليون اي 140 مليون الاول، الثاني 120 مليون 120 مليون اللي هذا بس مباراه واحده تقام كل 5 سنوات، تخيل. اوكي. ونفسها مباراة السلة اللاعبين دفع لهم ملايين ملايين، إذا خسروا ما يتهاوشون مع أنه قاعد يدفع لهم، يمكن هذا ينخصم منهم. طبعا لأن هو يحترم، هو يحترم اللاعب، هو إنسان محترم نفسه ويحترم اللاعب قدامه ويحترم الجمهور اللي حاضر له. شوف أكثر يعني من أكثر الدول اللي فيها عنف في الملاعب هي أمريكا اللاتينية على مستوى تكلم كرة القدم، تأتي وراها في على مستوى دول أوروبا اللي يعانون من عنف الملاعب بريطانيا عندهم تعصب شديد بالرياضة. لكن يعني العنف ما يكون في الملعب، يكون برا الملعب. اللي يكون لابس يا ويله ذاك اليوم وكان قالب. بالضبط. أيه. بس برا الملعب. صارت حادثه انه طقه واحد في المترو وكان بيركب معاهم. ايه بس برا الملعب، انت قاعد تتكلم عن داخل الملعب. اليوم انت لما تروح داخل الملعب انت جمهور، جمهور من كل الفئات. الجمهور ينزل. الجمهور ايه؟ الجمهور ينزل، ولا هذا اللي يركض ويرفع لافته، ولا اللي يروح يسوي يعني حركات بال صارت معاكم معسكراتكم سوالف كذي انه والله يعني منها سوالف او غيرها؟ لا المبارزه تعتبر يعني إليت جدا إليت، واللي يلعبون مبارزه وايد هادين، يعني مستوى الثقافه والفكر عندهم مو مستوى عادي. يعني لعبه تحتاج الى نمط شخصيه معين علشان انت تكون لاعب مبارزه. ف يعني ما يوم من الايام حسيت ان في طبعا في يعني في فكر مختلف، تأتي من ثقافات مختلفه، صوره المراه العربيه عندهم مهزوزه شويه. لما انت تشوف يعني يجون يسالونك اسئله غريبة، عرفت؟ معنا جوجل موجود بس يسالونك اسئله غريبه. هذا منو يسالونك؟ الاجانب عموما بشكل عام يسالون انا ولولو. يعني لولو حققت انجاز تاريخي على مستوى العالم لما جابت الميداليه البرونزيه في بطوله نيوكاسل في بريطانيا، فهذا بالنسبه لهم كان مثل تقدير واحترام ل تطلعاتها ولإيمانها بقدرتها ومنافستها لهم. يعني لولو دخلت نادي المئة يوم من الأيام في تصنيف اتحاد المبارزة الدولي، وهذا مو شيء عادي. يعني أنت ما قاعد تتكلم عن كاتيجوري لاعبة عادية، هذا أنا قاعد أتكلم عن نظام المحترفات اللي إحنا طبقناه قبل لا يطبق قانون الاحتراف في دولة الكويت. يعني إحنا 2004 سوينا قطاع احتراف مع القطاع الخاص قبل يصير في قانون الاحتراف، قبل لا يصير 2005 صار قانون الاحتراف. هل القانون هذا فادنا اليوم؟ لا. ليش؟ يعني مو انا المفروض اني افرق اللاعب وخليه ليش تعطي لاعب ما فوق تفرق رياضي؟ اليوم كل اللاعبين الرياضيين قاعد يعانون من تفرق رياضي، وان التفرق مالهم ما قاعد يمشي. واليوم حتى كان في نقاش حول هذا الموضوع ان لاعبين المنتخب الاولمبي اللي رايحين الان الامارات يلعبون عندهم مشكله لان بعضهم تفرغاتهم ما مشت، وصار عندهم هم فتره امتحانات. طبعا المنتخب الاولمبي يعتبر منتخب صغير، فما عندنا احترام حق المفهوم. بالنسبه حق الاحتراف الرياضي، انت اليوم قدمت مشروع ناقص، كان احتراف جزئي، وعلى اساس انه بعد فتره معينه قصيره يعاد ترتيب هذا القانون. لليوم 15 سنين الحين من 2005 ما تعدل القانون، ما حد نظر فيه. المفروض انه يتم النظر فيه حسب تصريح الكابتن عضو لجنه الشباب الرياضه في مجلس الامه السيد عبد الله معيوف، وقال بس ما حد شافه.
لا هم قالوا ان قالوا بيشوفوا بس الحين ما تعلم يعني المفروض ان هذه واحده من الاولويات عندهم. بالاضافه يعني ابو فهد انا بقول لك شيء وهذا شيء انا يعني افتخر فيه. اليوم انت عندك قائد دوله اللي هو سمو الامير الله يحفظه عنده فعلا تقدير تام حق الرياضيين والقادة الشباب. ولما سوى مشروع الكويت تسمع حط فيه كل القطاعات وكان فيه لجنة الرياضة وعملنا فيها يعني أنا حسيت أن أنا وايد متطورة لما اشتغلت مع ناس رياضيين فعلا يعني الديحاني فهد الديحاني البطل الأولمبي عندك في الرماية كان عبد العزيز حماده المدرب الوطني بكره القدم ومجموعه المشعان اللي هو مساعد مدرب منتخب الكويت دكتور يعني عندي كان مجموعه في بنيه بعد الهاجري ايضا كانت وبعد هي فروسيه وترياثلون ثلاثي تلعب الحين تزعل ما ذكرت اسمها انا خاف اقول اسمها متعمده بنت الهاجري فكان يعني كان في توجه وفعلا حطينا الفيجن مالنا وقدمنا الفكره مالتنا وكان فعلا مشروع جميل بكل ما يحمله من يعني تصور والناس اللي قدموا اقتراحاتهم واحده من الاقتراحات اللي قدمناها في الرياضه واجمعنا عليها كلنا انه يكون هناك في مجلس رياضي استشاري بعيد عن الهيئه وبعيد عن وزاره الشباب وبعيد عن اللجنه الاولمبيه بعيد عن هذا كله مجلس استشاري ما يدخله الا البطل صار شيء عليه؟ لا لليوم من 2000 وقبل سنتين هذا الموضوع او ثلاث سنوات قبل ثلاث سنوات تقريبا لليوم ما تشكل لا لا الاقتراح انت الحين قدمت وثيقه حق سمو الامير وسمو الامير ما قصر الموضوع كانت ولاه دكتور اظن يوسف ابراهيم هو اللي كان ماسك المشروع وبعدين وزعوا هذا ويقولون دزوا وثيقه حق مجلس الامه علشان يتم العمل فيها من خلالها مع مؤسسات الدوله لكن اليوم يعني انت وين تبي توصل؟ وين النتيجه؟ يعني انت اليوم طلبت من الشباب ان هم يعملون علشان يقدمون ثوره تنمويه في دوله الكويت وعملوا وقدموا، اذا وين وصلت مقترحاتهم؟ الكويت تسمع. الكويت تسمع. انا مؤمن ان كل نجاح له مثلث. نعم. شنو مثلث نجاح الرياضه الكويتيه؟ مثلث نجاح الرياضه الكويتيه لاعب وأحلامه أمه وأبوه هم ينجحونه خلاص أيسي من هيئة شباب رياضة أيسي من القوانين. أحترمهم والله أحترمهم وأقدرهم وناس فعلا يعني أنا يعني الرئيس مدير عام الهيئة العامة لشباب الرياضة الأسبق كابتن فيصل جزاء والرئيس الحالي الشيخ أحمد المنصور يعني كابتن فيصل دعمنا بشدة كان يؤمن بدور المرأة وكان عنده تصور أنه هو فعلا قادر أنه هو يفعل دور الشباب في الهيئة العامة لشباب الرياضة هذا حقيقة شفتها أنا ولمستها اليوم الشيخ أحمد المنصور أنا ما التقيت فيه شخصيا لكن أنا أعلم أنه هو شخص يعمل بصمت وهو ريال لمس الخلق وحبيب إيه بس أنت اليوم تحتاج إلى خلق نموذج رياضي يقود الحركة الرياضية يكون هو الايدل في المجتمع لما يشوفونه يشوفون ان الرياضه والله فعلا قاعده يعني تسابق الزمن عشان تحقق المستوى المطلوب، ما عندنا هذا النموذج اليوم. دائما تشوف الرياضيين يطلعون يتحطمون. واللي يشوفهم يحوش ضيقة خلق ويكتئب ويسك التلفزيون. لا في المقابل انا قاعد اشوف في انجازات ما تصور عليها الضوء. لا. ما في لان الانجازات اللي قاعد تتكلم اليوم ابو فهد على انجازات فرديه، شوف الرمايه نوعا ما مدعومه من رئيس سوري من وزير الشباب لانه هو اصلا كان يحب الرمايه وهو كان رئيس الاتحاد الكويتي للرمايه وحقق ايضا يعني خطوات متطوره في واقع رياضه الرمايه، لكن اليوم اللي قاعد تتكلم عن رياضه الفروسيه، قاعد تتكلم عن رياضه التنس الارضي، قاعد تتكلم عن العاب القوه، اليوم عندك لاعب بطل امس شفت لقاءه بالتلفزيون اسمه مشعل المطيري شاب صغير حقق كسر الرقم الكويتي في سباق ال 100 متر سألوه بالتلفزيون قالوا له شنو تبي؟ يعني عشان انت تتأهل حق بطولات العالم. قال ابي اروح معسكر. شوف يعني شوف الطلب. بطل اليوم ما يتدلل يودوني معسكر. هذا مؤسف ترى. انت قاعد تقتل يعني طموحه، قاعد تحد من طموحه، طموحي ان انا اروح معسكر
هذا اللاعب يجب ان يؤهل. هذا المفروض ان هذا موجود يعني هذا موجود هذا ما يطلبه هذا المفروض ما يطلبه ولا يفكر فيه بحياته هذا شيء خاصين منه فكر بشيء اعلى قول بكمل دراستي باخذ بعثه رياضيه بروح مثلا ادرس في امريكا وادرب في امريكا منو ياسس اللاعب الفكر هذا منو ياسسه فيه منو يحقق هذا الفكر عنده دلال الغانم امسي عليها بالخير طبعا كانت رئيسه نادي الفتاه المعين في 96 في الفتره اللي انا ولولو وبقيه البطلات كنا مشتركين فيها شاركنا في اول بطوله في 96 بعد ما رجعنا في 97 كانت تقول انا ابي اسوي لكم بروجرام تدخلونه على مدى 3 أشهر اسمه التربيه الحياتيه لايف ستايل تعلمك دخلتنا كلاسز مجموعه من الكلاسز يحاضرون فيها محاضرات من بري يعني هاي ليفل بالعلم والمعرفه تعلمك شلون تقعد على الطاوله تعلمك الاتيكيت تعلمك الحوار تعلمك حتى اختيار الملابس علمتنا مو لان احنا مو مثقفين ولا مو متعلمين ولا اهلنا ما علمونا لان هي كان عندها فيجن ان هذا الشيء يجب على البنت انها تتعلمه لان كان عندها مفهوم ان هذه البنت يوم من الايام راح تسافر وراح تحتك في مجتمع دولي وراح تقعد فيه مع رؤساء مع شخصيات يعني مؤثره فيجب ان هي يكون لها اطلاع على ان هي شلون تقدر تتعلم هذا وهذا طبعا شيء مكسب لكن ما له داعي ان انا اقصر ايضا في بناء شخصيه هذه البنت وين هذا الفيجن اليوم؟ اني انا انمي كل يعني مو اني اركز على رياضه وتنميه مهاراتها حتى ثقافته طبعا شوف شوف اللاعبين العالميين اليوم ما يطلع بالتلفزيون الا وهو يعكس ايمج حقيقي حق يعني الثروه اللي هو يقدمها مايكل فيليبس السباح يعني الاسطوري اللي حقق اسطوره في نتائج الاولمبيكس ما حد حقق 8 ميداليات اولمبيه لما كان يسوق السيارة وهو تحت تأثير الكحول أو المخدر ما أذكر شنو بالضبط عوقب 6 أشهر طلع في التلفزيون وقدم اعتذاره وقال أنا أستحق هذه العقوبة ما قال أنا مظلوم ما قال والله آخر مرة أسويها لأنه هو بالنهاية نموذج إذا أنت ما حافظت على صورة هذا النموذج ممكن أن يهتز المجتمع عندك من أثر هذه الكارثة اللي حققها هذا الرياضي الثقافة أنك تسرع ثقافة هذا شيء وايد صعب. زين انا اخر سؤال عندي لو اخترتي لعبه ثانيه غير المبارزه شو تختارين؟ وايد احب التمرينات وايد احب التمرينات من كنت بالكليه يعني ادرس احب مو سكواش؟ لا ما احب السكواش، احب اشوف السكواش بس ما احب العبها يعني احب تنس الريشه، احب السباحه وايد، احب الدراجات الهوائيه اسوق قاري بس قاري بالون مو قاري سباقات. بطلتنا بلسم اليوب شاكر وجودك معنا في اليوم السابع يعني قلت نكأتي جراح وحطيتك على الألم وعلى موضوع الجرح أتمنى أن يأخذون كلامك بعين الاعتبار وأن تطور رياضتنا النسائية إن شاء الله يعني إن شاء الله احنا مستمرين معكم في اليوم السابع بإذن الله تعالى نشوفكم على خير في الأسبوع المقبل في أمان الله شكرا لك شكرا.